بسبب تصريحات محافظ السويس أحمد الهياتمي. محافظ السويس قال في هذه التصريحات زي ما حضراتكم تابعتم على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا ان مصر ليها موقع مناخي مميز وان التغيرات المناخيه في اوروبا هتقتل شعوبها، رغم خلي بالك ان رغم ان الدراسات اللي بتقول ان التغيرات المناخيه تاثر على اوروبا بشكل سيء، نفسها في نفس الدراسات بتقول برضو انها تاثر على الدلتا في مصر بشكل سيء، بس عادي ما علينا، ممكن ما اكونش وصل للصفحه دي في القرايه. لكنه قال كلمتين غايه في الغرابه، قال لك انه البحر المتوسط حنين على مصر في حين ان المحيط في حاله هياج على اوروبا. دي محتاجه ورشه من العلماء عشان يفسروها، لكن ما علينا. قال لك ان اليهود لو ضربوا علينا في مصر صاروخ هيرتد عليهم مره اخرى بسبب الهواء، لان الرياح في البحر الاحمر الشماليه غربيه. ودي برضو محتاجه دراسه عسكريه عشان نشوف ايه اللي بيحصل. لانه احنا كده بنتكلم عن صواريخ ورق. طبعا التصريحات دي لازم تخليك تسال هو ايه المنطق اللي على اساسه بنتم اختيار المسؤولين. ليه يا جماعه؟ احنا بنقول الكلام ده خوفا على الدوله، خوفا على الوطن، خوفا على حياتنا. مش نقدا في حد بالمناسبه يعني. تصريح المسؤول دايما بيبقى جزء من هيبته. وان ما كانش التصريح متذاكر ومدروس هياكل من هيبته وبالتالي هياكل من هيبه الدوله معاه. وده اللي حصل خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. من كميه الفيديوهات الساخره والنكت اللي اجبرت المحافظ انه يطلع يوضح ويصحح ويرد. خصوصا بعد فيديو ساخر زي الفيديو اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. احنا تورثنا ان احسن موقع في العالم مصر. جيب لي بلد يحيط بيها بحر متوسط وبحر احمر. جيب لي بلد. احنا احسن مكان. حاجتنا المكان. رحت طالع للوائل. قلت له اضرب يا ول. اضرب يا ول. اضرب يا ايه؟ طب ايه تاني؟ انتوا ما تعرفوش ان الجليد اللي هيتزاح دلوقتي، في جليد الحراره زادت، الجليد هيعمل؟ انت عارف اي بلد على المحيط قاعدين دلوقتي؟ اوروبا كلها اللي على المحيط قلقانين ان هم هيغرقوا منهم قد ايه؟ ببص على الواد، قلت الواد ده بانه مش هجيبها لبره. لقيته ايه؟ بيطلع مدفع رشاش. بيطلع ايه؟ مدفع رشاش. نص قد 67، ده غير بقى اللي قفل اللي هي استعملت اول ما استعملت في الهند سنه 1882. فاكر المؤتمرات دي لو كانت لصلاحنا احنا كان عملوها اصلا، لو كانت صلاحهم بقى صح؟ انا لما بصيت الواد بصيت له بصات ثاقبه، بصات الثاقبه خلت عند الواد حاله اسمها استباحث نفساوي. لكن هم حسوا بالخطر. البحر بقى حنين، البحر حنين علينا. انا بقى بعزني رحت شدد الواد شده جامده، لحسن الحظ نزلنا في النيل. نزلنا فين؟ النيل. اما المحيط اما يهيج اما يزيد يبقى خطر عندهم اكتر. العالم هللت وحصل هرج ومرج. انا بصيت الواد جريت وراه، الواد جري اتاني في ارض شاسعه ومستنيه ايه؟ هليكوبتر. مستنيه ايه؟ هليكوبتر. احنا عندنا الرياح بتاعتنا شماليه غربيه. وبعدين بقى بيقول لك حافظ مصر، تعرفوا حافظ مصر ايه؟ حافظ مصر بالموقع. حافظ مصر ان الرياح شماليه غربيه. شماليه غربيه يعني لو اليهود او الجانب الاخر ضرب حاجه تروح عليهم. قدرت اقوم انا فيه كده كانت فيها ليالي، كان فيه بتاع كده زي مركب فيها رقاصه طالعه قاعد بتتفرج وبتغني غلاوي مش عارفه كلام على كده. هيبه الدوله جزء منها مش بس اداء الموظف العام او المسؤول العام، جزء منها ان هو يذاكر ما يقوله، لان اللي بيقوله بيتحسب عليه وبالتالي بيتحسب على الدوله ككل او جهاز الدوله العام. احنا مش عيب خالص انه نقول للناس ذاكروا قبل ما تتكلموا، لان كل كلمه صغيره ممكن توصلنا لحاله انه كل مسؤول يبقى في النهايه قاعد محل سخريه من البعض اللي احنا بالمناسبه ممكن نتحفظ عليها شويه، لكن ده الواقع اللي لازم نقوله علشان الواقع يوحي بالخطر اللي ممكن يحصل. اخر حاجه بقى النهارده في الاسبوع ده حصلت في